بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يأتي. النسبة بين طاقة الفوتون وتردده. نكتب القانون اللي بيربط العلاقة بين الطاقة والتردد. طب قم بقول ايه؟ ان الطاقة انرجي بتساوي بتتناسب طرديا مع التردد. مش التناسب بتساوي ثابت. ثابت بلانك. يبقى لما نيجي نحول ده نترجم القانون ده الى التعريف ده نقول النسبة بين الطاقة خلي الايه في طرف الى تردد الفوتون نعد التردد في الطرف بقسمة كده يبقى الناتج يساوي ايه؟ اتش واتش قلنا عليه ثابت ايه؟ بلانك. اذا الاجابة ثابت بلانك. ممكن من القانون ايضا يسأل سؤال وحدة قياس جول على الهرتز يبقى نقول جول على الهرتز يبقى برضو واحد قياسها بلانك او واحد قياسها جول على الهرتز. طب ما الهرتز مخلوب الزمن الدوري يمكن نقول جول في ثانية. المصطلح الثاني الوعاء الحاوي والمنشط للمادة الفعالة والمسؤول عن عملية التكبير. طبعا ده بيسمى بالتجويف الرنين. التجويف الرنين. دوره انه يعمل بعملية التكبير والتضخيم. ان يحدث فيه تداخل بناء وجود زوج من المرايات وجود المرايا العاكسة. سلكان معزولان ومتعامدان. سلكان معزولان ومتعامدان. الأول بيمر في تيار 20 أمبير والتاني 10 أمبير. المطلوب عين كثافة الفيض عند النقطة B وعند النقطة Q. لو عدنا الرسمة دي تاني بالشكل ده نجيب أولا كثافة الفيض عند النقطة B. النقطة B تتأثر بالمجال الأول وتتأثر بالمجال الثاني. طيب المحصلة يا ترى تكون جمع ولا طرح؟ تعال نجيب الأول المجال الناشئ عن التيار الأول. نقول هنا باللون أحمر اللي هو هنسميه بي 1. يبقى بي 1 بتساوي اللي هو الناشئ على السلك الأحمر عند هذه النقطة. عند هذه النقطة. بتساوي ميو في الاي على 2 باي دي. اذن البي تساوي كسرة الفيض. الميو ثابت 4 باي في 10 اس سالب 7. الاي بكام؟ اي التيار ده 20 امبير. يبقى التيار هنا 20 امبير ضرب اللي هي الاي دهيت 20 امبير على المقام 2 باي في الدي اللي هي بعد الدي اللي هي 2 متر في الحاله دي بعدها على النقطه بي 2 متحوله جاهزه يبقى 2 على طول. الباي مع الباي و2 في 2 ب 4 يروح مع ال 4 والصفر ده الصفر ده يضيع يبقى اصبح الناتج اذا بي الحمراء هي بي 1 هتساوي بالآلة الحاسبة 2 في 10 لان الصفر ده يخلي ديت دي موجب 1 يبقى سالب 6 10 سالب 6. تسلم. طيب وبالمثل يبقى جبنا البي كثافة الفيض
الناشئة عن التيار الأولاني اللي هو عن 20 أمبير. وبالمثل نجيب بي تو المجال الناشئ عن السلك الثاني عند النقطة باء. تيار معلوم والمسافة معلومة. بالمثل هنقول بي، هنقول هنا بي تو بتساوي نفس القانون ميو في اي النفاذية في شدة التيار على 2 باي دي. وبالتعويض اذا البي بتساوي اللي هي بي تو بالشكل ده ميو 4 باي في 10 سالب 7 في التيار. التيار الثاني قيمته كام؟ 10 امبير. يبقى نقول هنا في 10 امبير في 10 امبير، والاثنين باي في المسافه. المسافه دي بقى اللي تبعد بها اللي هي 1 متر. دي المسافه، دي 1 متر، مسافه 1 متر في 1. طبعا نفس الفكره، في الواحد في الاثنين يطلع نفس الحكايه. اذا بي تو هتساوي 2 في 10 سالب 6. تسلم. يبقى دلوقتي عندنا بي2 وعندنا بي1. يا ترى بقى المحصله جمع ولا طرح؟ تعال نشوف كده المحصله. البي توتال بقى، البي توتال عند النقطة مين؟ عند النقطة بي. لو طبقنا قاعدة أمبير هنلاحظ بداية اليمنى الإبهام يشير اتجاه التيار، فإن التفاف الأصابع تشير اتجاه، يعني لو هنا إكس هيبقى عند النقطة دي نقطة كده، يبقى تدخل من هذا الاتجاه وتخرج وتلف بداية اليمنى، يبقى المحصلة بي دي محصلة بي 1. طيب بي 2 هتكون اكس. ليه تقول اكس؟ لان لو تخيلنا اللون التيار ديت اتجاه التيار، يبقى هنا الاكس، هنا الاكس، الجهه دي اكس كده والجهه دي ايه؟ نوت. يبقى هنا بما ان دي خارجه اللون الاحمر التيار الاولاني مجال خارج، واللون الازرق التيار الثاني المجال داخل، يبقى الاثنين متعاكسين. يبقى البي توتال مين الكبير؟ الاثنين متساويين، يبقى البي توتال صفر. يبقى نقول البي توتال هتساوي بي 2 ناقص بي 1 هتساوي صفر. يبقى البي توتال هتساوي صفر عند النقطة ايه؟ عند النقطة بي. وبالمثل عايزين دلوقتي كثافة الفيض عند النقطة ايه؟ كيو. النقطة كيو نفس الفكرة، هنجيب المجال الناشئ عن التيار الاولاني، التيار موجود والمسافة 2، ونجيبها برضه نجيب بي 1. يبقى نقدر نقول بي 1 هتساوي ميو في اي على 2 باي دي. تعالى نعوض كده على بي 1. اذا البي تساوي ناو 4 باي في 10 سالب 7 برضه في التيار اللي هو 20 على 2 باي دي. الدي بكام هنا؟ الدي برضه هنا ب 2 متر، ب 2 متر اللي بقى عندك فيها 2 متر ضرب 2 متر. نفس الفكره، الاثنين دول بقى مع بعض، ودي راحت عادي، هيبقى لنا 2 في 10 أس سالب 6. تسلم. وبالمثل نجيب برضو بي 2 الناشئ على السلك التاني، برضو ميو في اي 1 على 2 باي دي. اذا نفس الفكرة، بي 2 هتساوي 4 باي في 10 سالب 7 في تيار 1 ب 10 و 2 باي دي 2. دي 2 بكام هنا؟ دي 2 اللي هي بعد الارتداء 1 متر. نقدر نقول هنا
في 1 متر. نفس الفكرة، بس ده هيبقى كام؟ هيبقى 2 متر. يبقى دي معادي فعل 2، يبقى 2 × 10 = 20، يبقى البي 2 هتساوي، البي 2 بتساوي 2 × 10 − 6. طيب نشوف بقى البي توتال. البي توتال هنا، هنا البي توتال نفس الطريقة، فليمنج قاعدة أمبير، الإبهام تجاه التيار، يبقى هنا إكس وهنا دوت باللون الأحمر، أو يبقى المجال هنا إكس والمجال هنا دوت، يعني دي يدخل للصفحة دي يخرج من الصفحة. طيب تعال نشوف اللون الأزرق. اللون الأزرق ده هنا يبقى نجعل الإبهام في اتجاه التيار، يبقى هنا إكس وهنا دوت، يبقى أزرق خارج، يبقى البي توتال جمع. يبقى نقدر نقول البي توتال في الحالة دي بقى، البي توتال هتساوي جمع بي 1 زائد بي 2، إذن هتساوي 4 × 10 − 6. تسلم. طيب نشوف السؤال اللي بعده. تركيز أيهما أكبر ولماذا؟ في كل مما يأتي، تركيز الفجوات أم تركيز الإلكترونات الحرة عند تطعيم بلورة سيليكون نقي بذرة ألمنيوم؟ أولا لازم نعرف إن الألمنيوم ده ثلاثي. يعني إيه ثلاثي؟ يعني لو ضفناه هيعطينا بلورة موجبة. يعني لو قلنا كده، لو رسمنا البلورة بالشكل ده كده، ده سيليكون، سيليكون، سيليكون بهذا الشكل، سيليكون، سيليكون، سيليكون كده، وجينا طعمناها بألمنيوم، دي ذرة ألمنيوم اهيت. الألمنيوم تميز بوجود 3 إلكترونات فقط بالشكل ده. أما السيليكون اللي هو رباعي بيتكون من 4 إلكترونات، 4 إلكترونات في المستوى الخارجي، طبعا الروابط دي كلها تساهمية، ولكن هذه الرابطة ينقصها إلكترون، فتكون هنا فجوة موجبة. إذن يبقى تركيز الفجوات الموجبة، تركيز الفجوات الموجبة أكبر من تركيز الإلكترونات. اتساع خط الطيف، طبعا بيتميز الليزر، يقول لك ليه الليزر يسير؟ ممكن يقول السؤال بشكل تاني، الليزر يسير لمسافات بعيدة. أولا لأنه يسير في حزم ضيقة مترابط، ومعنى مترابط يعني نفس التردد، نفس الطول الموجي، يبقى هيكون أقل اتساع. مترابط يعني يكون معناها تداخله بناء، تداخله بناء يعني معناها هيكون أقل اتساع بالشكل ده كده، هيكون أقل اتساع عن الأحمر. طيب تعال نشوف كده الاستنتاج ده. أوجد الساعة المكافئة ل3 مكثفات على التوازي. طبعا المكثفات على التوازي، المكثف لوح ولوح بينهم عازل بالشكل كده، لوحين معدنيين بينهم عازل. توصيل التوازي معناه ايه؟ معناه ان كمية الشحنة الكلية كيو، كمية الشحنة كيو
هتدخل تتجزأ جزء هنا يبقى كيو 1 وجزء هنا اسمه كيو 2 وجزء هنا اسمه كيو 3 ده سي 1 سي 2 سي 3 ساعة الأول سي ساعة الثانية سي 2 سي 3 طيب هنقول هنا بما أن كيو كلية هتساوي هتجزأ بحيث لو جمعنا كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 هيدينا كيو كلية. طيب ما احنا عارفين قبل كده ان تعريف الساعة الكهربية تعريف الساعة هي كمية الكهربية اللازمة لتغير الجهد بمقدار الواحد. يبقى ساعة مكثف دي اسمها ساعة مكثف تعريفها هي كمية الشحنة الكهربية اللازمة لتغير الجهد بمقدار الواحد. نبدأ نعوض بالتعويض عن كيو. هنشيل الكيو دي كده ونحط مكانها سي في. يبقى سي كلية في الكلية هتساوي سي 1 في في 1. هنقدر نقول في بس ليه؟ لأن على التوازي زي ما احنا متفقين الجهد ثابت. يبقى نقول زائد سي 2 في في بس لأن الجهد ثابت زائد في 3 إلى آخره زائد في 3 سي 3 في. طيب بالقسمة على ايه بقى؟ بالقسمة على المتشابه. مين المتشابه هنا؟ الجهد. قسمة على في يبقى الفي مع الفي مع الفي. اذا فعلا سي كلية هتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. ملحوظ توصيل الملفات والمقاومات زي بعض والعكس في حالة المكثفات. يعني لو انت فاهم المقاومات يبقى الملفات زيها بالظبط، اما المكثفات العكس.